السلام عليكم، انا شكري وهعمل معكم النهارده مكرونه بصوص الكريمه، جميل جدا، نوع كلنا بنحبه وده اللي بنطلبه لو دخلنا اي مكان علشان ناكل فيه. اهو انتوا ما شايفين شكلها، عاملينها بشكل جديد وبطريقه جديده وعلى بركه الله نبتدي الشغل. انا عندي 200 جرام مكرونه. اول حاجه اعملها ان انا هسلقها على النار على طول في ميه وملح، زيت وميه وملح عادي خالص. حطيت المكرونه على النار، وعندي صدور فراخ اهيت، وعندي فلفل اسود، وعندي فصين ثوم وملح. هنشوف هنعمل ايه. المكرونه على النار بتتسلق دلوقتي. هقطع الفراخ ديت جوليان كده، يعني بالطول كده بالشكل ده، دي صدور فراخ مخليه اهيت كده، خلصتهم خلاص، قطعتهم كلهم. وهنخش على النار ونشوف هنعمل ايه. عندي حلة فيها معلقتين زيت أو معلقتين سمنة زي ما تحبوا، أهوت هيسخنوا. موضوع بسيط وسهل خالص، ومش يعني مش محتاج فيديو والله، بس قلت أعملها لكم لأن عارف إن أغلب الناس بتحب نوع المكرونة ده. سخن الزيت خلاص، هنزل بالفراخ اللي أنا مقطعها. وموضوع الفراخ ده أوبشن زيادة، يعني اللي عايز يعملها من غير فراخ عادي بيعملها عادي، أو إحنا بناكلها بره من غير فراخ أصلا. اهوت حطيت الفراخ على معلقة الزيت او السمنة اللي انا حاططهم، وهبدأ ان انا الفهم في المادة الدهنية اللي انا حطيتها ديت لحد ما لونها يتغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو نار عالية تحتها علشان ما تنزلش مية، وهقلب فيها على طول لحد ما تتلون كلها، يتغير لونها ان هي تبقى تلفت يعني في المادة الدهنية دي. هو بسيط خالص اهوت. زي ما قلت نار عالية علشان ما تنزلش المية بتاعتها. انا لا تبلت الفراخ ولا عملت فيها حاجة، غيرت لونها اهي خلاص. هنزل بفصين التوم اللي عندي والفلفل الاسود والملح، واقلبهم في بعض على النار اهوت. يعني احنا عندنا الفراخ قدامنا اهي بنعملها، والمكرونه بتتسلق جنبنا، والدنيا ماشيه كويس. اقلب الفراخ في فص الثوم بتاعها ياخد عشان تاخد ريحته، وهسيبها لحد ما تنشف وتلون بالشكل ده على النار. اهو كده هي خلاص استوت. الصدور ما بتستحملش سوا كتير، يعني كده هي تمام. هطلعها بره النار واسيبها ونشوف هنعمل ايه تاني. اهو هنعمل دلوقتي الصوص بتاع المكرونه، صوص كريمه بتاع المكرونه. اهو عندي معلقه سمنه كبيره زي ما انتم شايفين، حطيتهم على النار وهسيبهم لما يسيحوا ويسخنوا. كده تمام. هبدأ ان انا احط بعد كده معلقة دقيقة اهيت، ادي معلقة. شوف السمنة سخنة ازاي، حطيت معلقة، وادي نص معلقة تاني، يبقى معلقة ونص مع معلقة السمنة الكبيرة. وهبدأ ان انا اقلب في الخليط ده على النار لحد ما الدقيق استوى. انا عايز الدقيق يستوى، مش عايزه يبقى ني، يعني هتاخد سنة صفر خفيفة قوي كده. اهو اهو زي ما انتوا شايفين بتغلي على النار وبقلب فيها. في الوقت ده هديلها مكعب مرقة اهوت، اهو بفرفته في الحلة، وبخلطه بالبشاميل بتاعي بالدقيق والسمنة اهوت، غلوتين تلاتة كده على النار. وجنبي 650 جرام لبن سخن، هنزل بيهم على الخليط ده وبقلب على طول. هو ده الصوص بتاعنا اهو. اللبن لما بيبقى سخن بينزل على طول، ما بياخدش وقت في الغلية، اهو بيغلي على طول لان اللبن اصلا سخن، وبيربط على طول الصوص، بيربط على طول اهو زي ما انتم شايفين. ايدي فيها على طول عشان لو في تخريزة او في حاجة تفك.
وبقلب لحد ما الصوص يتقل، ياخد غلوتين على النار كده ويتقل. اقلب فيها على طول. لو اللبن بقى بارد هستنى لسه ما يغلي، لما سخن في سخن على طول بيغلي، وخلص الصوص خلاص على كده اهو. طلع انا بره النار اهوت، ادي الصوص بتاعي اهوت زي الفل، عامل زي الكريمه اهو. وعندي المكرونه اللي انا سلقها، وعندي الفراخ اللي انا لففها في الثوم والفلفل والملح. هفضي المكرونه على الكريمه وهقلبها في بعضها، وهي كده دلوقتي دي اللي انت بتاكليها بره، هتغرفيها في الطبق وهي دي اللي انت بتاكليها بره خالص. مفيش اي حاجه غير انك ممكن ترش عليها شويه جبنه بالشكل ده، هي كده خلاص. لو انت عايزه زي ما انت بتاكليها بره، انا هعمل ايه بقى تاني؟ هو ده بالظبط، هو ده بالظبط. هحط عليها الفراخ وهقلبها اهوت زي ما انتوا شايفين، هحط عليها الفراخ ديت اللي انا سويتها وهقلبها، وهفضيها في الصينية او البايركس او اللي انت هتدخليها الفرن، وهدخلها الفرن. هتنشف؟ لا مش هتنشف، وهتشوف الشكل بتاعها، وهغرفها لك وهتشوف كل حاجة قدام عينك. انا حطيت المكرونة اهيت، سويتها في الصينية بتاعتها، وزعت الفراخ فيها كلها، متبقاش الفراخ كلها في حتة واحدة، وهديلها شوية جبنة على الوش، أي نوع جبنة عندك، موزاريلا، شيدر، رومي، الجبنة اللي عندك حطيها، مفيش أي مشكلة في نوع الجبنة. وعلى الفرن على طول، فرن عالي، وهتخش. هو ده شكلها، هو ده شكلها، شكلها جميل جدا وطعمها جميل جدا، وإن شاء الله تجربوها وهتعجبكم. شوفوا المنظر، شكلها حلو فعلا، ما شاء الله زي الفل. نقطع بقى ونشوف الدنيا فيها ايه اهو. اللي نشفت او ما شرب اهي، ادي اهيت مليانه صوص، اهيت صوص بينزل في الطبق اهوت، والصوص في الفرن اهوت اهو في الصينيه بتاعتها، اللي نشفت ولا جرى حاجه اهو، الصوص موجود فيها، مليانه صوص وطعم وشاربه من الصوص، واخدة طعم الفرن فعلا، طعمها جميل جدا اهي زي ما انتم شايفين شكلها، والصوص مليانة صوص ازاي اهوت، مش ناشفة ولا حاجة كده. ممكن تعملوها كده وممكن تغرفوها زي ما قلت لك في الاول، وان شاء الله تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير، واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.